ازيكم يا شباب؟ النهاردة هنعزف ونتعلم مع بعض سولو بتاع ترنيمة كلنا بنحبها، ترنيمة أمور الله عجيبة مواعيد وعجب العجاب. ركزوا في الحلقة عشان نتمرن مع بعض ونصليها سوا، يلا بينا. سلام ونعمة، ازيكم؟ أتمنى حضراتكم تكونوا بخير. تعالوا النهاردة نرنم ترنيمة كلنا بنحبها. هنعمل النهاردة السولو بتاعها، والمرة الجاية هيبقى الكوردات بتاعتها. الترنيمة دي مميزة شوية إن هي رتمها معروف، كورداتها متعارف عليها، طبقتها مريحة للصوت، بتتلعب عادة من سلم الإي ماينر، فبيبقى فيها طبقة عالية كده بس لذيذة، مش متعبة. يعني اللي ما بيعرفش يجيبوا طبقات عالية هيجيبوها، هيبقوا مرتاحين برضه. يعني لو فرضنا إن رتمها هيبقى كده، بس طبعا احنا الريتم المرة الجاية، بس احنا عشان ندي لبعض الإحساس اللي هو بتاع دخلة السولو نفسها هتبقى من أنهي طبقة. أمور الله عجيبة مواعيد وعجب العجاب. حلو، يبقى السولو هيجي منين؟ تعالوا نشوف. خانة خمسة من وتر البي أو السي يعني. ده البيت. الحتة اللي بعد كده بتاعت إذا عداني في صحراء. فاكرين لما قلنا الطلعة دي البيلد اب ده بيجي من النغمة اللي وراها؟ هي بس بتدي طعم. تعالوا نجربها. نعيدها بالبيلد اب. لحد دلوقتي كده البيت يعتبر خلص. تعال نخش على القرار بتاع إلهي صخر الدهور. كلها بتتلعب من الفريت 5. تعال نشوف باترن كده تبقى مريحة واحنا بنلعبها. بص، الوترين اللي تحت 1 2 4 1 3 4 1 2 4 1 3 4، ولما هنطلع فوق هنرحل الوتر ورا وهيبقى 1 2 4. أربعة تلاتة واحد، أربعة اتنين واحد، تلاتة واحد، ونرجع واحد. واحد اتنين أربعة، بعد كده نرحل خطوة، واحد اتنين أربعة، واحد تلاتة أربعة. تيجوا نلعبها مرة منها ونشوف. الجزء اللي بعديه
بكده تكون خلصت الترنيمة النهاردة. ذاكروها كويس، ذاكر المكان اللي أنا عزفت منه، احفظ المكان نفسه، احفظ الباترن اللي اتفقنا عليها اللي هي 1 2 4، 1 2 4، 1 3 4. هتفرق معانا واحنا بنظبطها مع الكرد عشان نوجد العلاقة بين الكردات وبين المكان اللي احنا موجودين فيه. أسيبكم في رعاية المسيح، سلام.